أجرى فريق زورابي كرة القدم ميراده الأخير في بغداد قبيل التوجه يوم غد السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الجيش السوري الاثنين المقبل ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي. وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الإعلامي للزوراء عبد الرحمن رشيد للعراقية الرياضية أن اللاعبين جلال حسن وحسين علي ومصطفى محمد جبر سيتوجهون الثلاثاء المقبل إلى البصرة بعد مباراة الزوراء والجيش السوري من أجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني لخوض المباراة الودية أمام شقيقه السعودي.